قانون الخدمة المدنية يحظر رئاسة الموظف لأقاربه من الدرجة الأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ترند، قناة الأخبار العاجل والمنوعات. ولو عجبكم الفيديو ياريت فضلا وليس أمرا تبعتوا الفيديو لأصحابكم وتفعلوا زر الجرس، واللي بيشوفنا لأول مرة ياريت يشترك معنا في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. بينص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في نفس الوحدة، وذلك لمنع تضارب المصالح ولمنع المحسوبية والوساطة. يعني مثلا ما يجيش واحد موظف كبير في أي مصلحة حكومية، مثلا شغل ابنه معاه او ولاده كلهم او اي حد من اقاربه من الدرجه الاولى، عشان مثلا لو ابنه دوت عاوز اجازه مش هيقوله لا، لو عاوز مثلا ان هو يزود مرتبه مش هيقوله لا، وممكن ده يتضارب مع مصالح العمل ويبقى فيه بقى محسوبيه ووساطه وكده، فدوت مش هيبقى كويس طبعا. والمشكله الكبيره طبعا لو كان تحت رئاسته المباشرة، وده طبعا هيتضارب مع مصالح العمل. فيما تنظم المادة 25 ضوابط وقواعد تقويم الأداء للموظفين، فتنص على أن تضع السلطة المختصة نظاما يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق طبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها، ويكون تقويم أداء الموظف على سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلا بالوحدة مدة 6 أشهر على الأقل، ويكون الأداء العادي هو الأساس المعول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها، ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز أو كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وأيضا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون. ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليا بالوحدة لمدة 6 أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لأجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكما. فإذا كان تقويم أداؤه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكما. وفي النهاية ياريت تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.